النهارده ذكرى ميلاد لواحد من اساطير النادي الاهلي، رمز كبير جدا من رموز الانتماء والعطاء في النادي الاهلي. عاش ثابت ومات بطل. النهارده ذكرى ميلاد كابتن ثابت البطل. ولد في 16/9/1953، وبعد صراع طويل مع المرض توفي في 14 فبراير 2005. رحم الله الكابتن ثابت البطل، احد اعظم من تولى منصب مدير الكره في مصر. اعطى الكثير للنادي الاهلي، واحد رموز الانتماء للنادي الاهلي. عاش ثابت ومات بطل. فاصل ثم نواصل. ثابت زي البطل.